شك ان احنا مصلحه الطلاب موجوده بالدرجه الاولى، متعه التعلم لابد انها تتحقق. الحاجه الثانيه ردود الافعال، سواء بقى المعلمين سواء اولياء الامور سواء الطلاب، ويبقى في حوار مجتمعي لان هي شراكه حقيقيه ما بيننا وما بين بعض. وطبعا الرؤيه الجديده اللي بنقول لحضراتكم 2030، اللي يهمنا اكتر وده اللي انا نفسي اولياء الامور يعرفوه كل الدنيا تعرفه، ليس الصراع، ليس الهدف هو الحصول والصراع على الحصول على درجات بغض النظر عن التعلم. يا جماعه احنا بنهدف ان يكون هناك نمو معرفي ونمو وجداني ونمو مهام لدى ابنائنا الطلاب، وان يبقى الطلاب مكتسبين لمهارات ده قبل حصوله على الدرجه. اما ان يبقى في صراع فظيع على حصول الطالب على درجه بغض النظر عن تعلمه، هذا خطأ وخطر في نفس الوقت. من 2011 الميد تيرم اتطبق، بدايته كان سنه 2011 مع قرار التقويم الشامل 313، كان عندنا في نص الفصل الدراسي امتحان اسمه الميد تيرم وعليه 20 درجه من الدرجات. بدا يجي لنا شكاوى من ان ال 20 درجه دول في وان شوت، في مره واحده الطالب ممكن يفقدهم، وبالتالي هيأثر على مين؟ على درجته. تخيلوا حضراتكم، ده هقولها لكم، كان بقى كان اعمال سنه كام؟ وكان امتحان تحت كام؟ في امتحان في الابتدائي كان 60 اعمال سنه بما فيهم الميد تيرم، و40 درجه على امتحان نهايه الفصل سواء الاول او الثاني. فبدات الناس تقول لا، امتحان الفصل الدراسي نهايته هو اللي رسمي اكتر، هو اللي فيه ضوابط اكتر، وبداوا ينادوا بهذا الكلام. السنه الماضيه، وده اللي انا باكد لكل الناس، مفيش حاجه عندنا اسمها ميد تيرم منتهي تماما، ولا العام الماضي ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله. امال ايه اللي عملناه؟ استجابه من الوزاره برضه لرغبه الناس، قلنا على جزء فقط من كل فصل دراسي يبقى للاطلاع فقط. ان كتاب اللغه الفرنسيه اللي بيتطبق على الاولاد في الاعداد اصعب من الكتاب اللي الاولاد بيدرسوا في الاعداد. ان الاولاد اختاروا اللغه الفرنسيه في اولى وثانيه وثالثه اعدادي لم يختاروا اللغه الفرنسيه في المرحله الثانويه. الله، ده يبقى الحكايه ايه؟ الحكايه مش تمام. عشان نبقى واضحين، احنا هدفنا الصالح العادل. تاني حاجه ان في كتاب بيتشرح ومبالغ كبيره. فكان القرار الاتي، اشمعنى فرنساوي؟ مش ليه مش الماني؟ ليه مش ايطالي؟ ليه مش اسباني؟ ما مش عادل برضه. فكان القرار كالتالي، ان اللغات الاجنبيه الثانيه دي تكرر كنشاط يعني، حتى تدرسها مش بشكل ماده دراسيه، مواقف يعني، انا في مطعم اتكلم ازاي، انا في مطار اتكلم ازاي. وبالتالي ان الطالب اكتسب مجموعه من المهارات مش ماده دراسيه وقاعد يدرس جرامر والكلام اللي احنا عايزينه اللي بنقوله. وبالتالي كان اللغات الاجنبيه الثانيه اللي هي بقى هتبقى الفرنساوي، خلي بالكم اللي انا بقوله، والالماني والايطالي والاسباني، ويقوم مدير عام كل ماده باعداد ماده دراسيه بصوره مواقف توضع على موقع الوزاره وهم يدرسوا. هنا بقى مصر كلها تختار، الطالب يختار اللغه الاجنبيه الثانيه من ضمن بقى قائمه ايه؟ مواد اختياريه.